أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في دروس مادة الدراسات الاجتماعية، نتحدث فيها عن التاريخ القديم حتى نتعرف على هذه الحضارات التي قامت قديما، وما استطاعت أن تصل إليه هذه الحضارات من تقدم ورقي في ذلك الوقت. تحدثنا في لقاءاتنا الماضية الثلاث عن الحضارة المصرية القديمة، تحدثنا عن الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة، تحدثنا عن أهم منجزات الحضارة المصرية القديمة في تلك الدول وأشهر هؤلاء الملوك والفراعنة وأيضا الملكات، وما استطاعوا أن يقدموه لمصر في تلك الفترة. نحن اليوم على موعد جديد وتاريخ جديد، ولكنه حضارات بلاد الرافدين. أبنائي، تعالوا بنا نتعرف أولا، ما المقصود ببلاد الرافدين؟ بلاد الرافدين هي بلاد ما بين النهرين، وهي العراق في القدم. أولا، تقع في بلاد الرافدين في الجزء الجنوبي الغربي لقارة آسيا، تقع ما بين هضبة الأناضول في الشمال والخليج العربي في الجنوب. يجري في هذه المنطقة نهرين، ألا وهما نهري دجلة والفرات، وهما الرافدين. ينبع هذين النهرين من هضبة أرمينيا في الشمال ويتجهان إلى الجنوب. يلتقي نهري دجلة والفرات شمال البصرة على بعد حوالي 100 كيلو متر. عندما يلتقيان دجلة والفرات يكونان مجرى واحد، يسمى هذا المجرى شط العرب، ثم يصب هذا المجرى في الخليج العربي. إذن هذا تعريف بلاد الرافدين، وسوف نلاحظ على الخريطة بعد قليل هذا الأمر. بلاد الرافدين تقسم جغرافيا إلى إقليمين. نعم، تعالوا بنا نتعرف على هذين الإقليمين. أولا، السهل الجنوبي، وهو عبارة عن أرض منبسطة. منبسطة أي مستوية، تحده من الشرق الهضبة الإيرانية، ومن الغرب هضبة بادية الشام. وهذا السهل الجنوبي يعد من أخصب بقاع العالم من حيث تكوينه من سهول رسوبية. هذه السهول الرسوبية أفضل الأراضي الصالحة للزراعة، لذلك هو من أخصب الأراضي وأخصب البقاع في العالم. أيضا بالإضافة للمناخ المعتدل، هذا المناخ ملائم لاستقرار الإنسان، ومن ثم نشأت الحضارات. رأينا كيف أن الإنسان المصري القديم استفاد من مناخ مصر، وأيضا استفاد من نهر النيل. ذلك هو الجزء الأول. أما الجزء الثاني، وهو هضبة في شمالي غربي العراق يخترقها نهري دجلة والفرات. تعالوا بنا ننظر إلى خريطة نتعرف فيها على نهري دجلة والفرات من المنبع إلى المصب. لاحظ معي عزيزي الطالب، هذه هي هضبة أرمينيا، منها ينبع كل نهر لا بد له من منبع ومن ثم مصب. هذا هو نهر الفرات وهذا هو نهر دجلة. نعم، يحدهما هنا من الشرق إيران كما تحدثنا. هذا هو شط العرب وهذا هو المصب في الخليج العربي. إذن هذين نهر دجلة والفرات. تعالوا بنا نتعرف على أهم الحضارات
التي نشأت في تلك المنطقة. نحن الآن درسنا هذه المنطقة وتعرفنا أن هذه الأرض أرض مناسبة من أجل ماذا؟ من أجل أن تنشأ الحضارات، من أجل أن يستقر الإنسان في هذا المكان. تعال معي أيها الطالب نتعرف على أشهر الحضارات التي قامت في تلك البلاد، بلاد ما بين النهرين. أولا لابد أن أتعرف على مفهوم الشعوب السامية. ما المقصود بالشعوب السامية؟ الشعوب السامية هي التي تنسب إلى سام ابن سيدنا نوح. هذه الشعوب كانت تسكن شبه الجزيرة العربية، ولكن هذه الشعوب بدأت تهجر موطنها في شبه الجزيرة العربية وهو موطنها الأصلي في اتجاه بلاد الرافدين منذ الألف الرابعة قبل الميلاد. وهذه الشعوب هي من سوف تقيم الحضارات التي سوف ندرسها تباعا في بلاد الرافدين. إذن تعرفنا على الشعوب السامية وقلنا أنها تلك الشعوب التي سكنت شبه الجزيرة العربية وبدأت تترك هذا الموطن الأصلي في شبه الجزيرة العربية متجهة إلى بلاد الرافدين منذ الألف الرابعة قبل الميلاد، أي قبل ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. دقق معي في هذا التاريخ لأننا سوف ندرس حضارة هي أقدم حضارة على ظهر الأرض. تعالوا بنا نتعرف على هذه الشعوب السامية وما هي أهم الحضارات التي قامت في تلك المنطقة. نعم، إنها حضارات بلاد الرافدين: السومريون، الإكاديون، البابليون، الآشوريون، والكلدانيون. تعالوا بنا اليوم نحن مع موعد مع السومريون. تعالوا بنا نتعرف على الحضارة السومرية وأهم ملامح الحضارة السومرية. السومريون استقروا في السهل الجنوبي الذي تحدثنا عنه منذ قليل للعراق منذ الألف الرابعة قبل الميلاد. أطلق عليهم هذا الاسم السومريون لماذا؟ نسبة إلى منطقة جنوبي العراق وهي أرض سومر. أيضا ظهر في سومر هذه الحضارة الكبيرة نظام حكم المدن الذي كان يجعل كل مدينة مستقلة، لم يعرفوا الوحدة السياسية بل عرفوا دويلات المدن. كان هذا النظام يعرف بدويلات المدن، وعاش السومريون في هذه الدويلات، وتحدثنا أنهم لم يعرفوا الوحدة السياسية. وكان هناك مدن شهيرة لهذه الحضارة السومرية الكبيرة مثل مدينة كيش ولاجتش وأورو. هذه من أشهر المدن في الحضارة السومرية. أيضا في الحضارة السومرية حينما ندرس السومريون لابد أن نتعرف على شيء هام جدا، ألا وهي الكتابة المسمارية. نعم، فقد تطور السومريون واستطاعوا أن يتعرفوا على الكتابة السومرية. فالسومريون عرفوا هذه الكتابة منذ الألف الرابعة قبل الميلاد. بدأت أولا بالطريقة التصويرية. وماذا نقصد بالطريقة التصويرية؟ هي تصوير الأشياء، طيور، نباتات، غيره، عبارة عن صور. نعم، تشبه الكتابة الهيروغليفية التي درسناها فيما سبق في الحضارة المصرية القديمة. ثم بدأت هذه الكتابة المسمارية تتطور منذ الألف الثالثة. لماذا؟ من أجل تسهيل المعاملات التجارية. يسأل سائل: أستاذ، ولما سميت بالكتابة المسمارية؟ نعم، لأنهم استخدموا الأداة للكتابة
من أجل هذه الكتابة هذه الأداة صنعت من العظم أو الخيرزان. هذه الأداة كانت تشبه المسمار، وكانوا يسجلون هذه الكتابة على ألواح من الطين، ألواح من الطين كهذه الألواح، وينتظرون حتى تجف هذه الألواح، وبذلك سجل السومريون بالكتابة المسمارية هذه الحضارة العظيمة، الحضارة العريقة التي هي من أقدم الحضارات في العالم. نكون اليوم قد تحدثنا بشكل مفصل عن بلاد ما بين النهرين، عن هذه الحضارة الأولى في بلاد ما بين النهرين. إن شاء الله لنا لقاء مرة أخرى في بلاد ما بين النهرين وحضارات أخرى نتحدث عنها بالتفصيل. أتمنى لكم أبناء الأعزاء فهما موفقا، أتمنى لكم دائما أبدا النجاح والتوفيق، وإلى لقاء قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.